ودعم تراضه بالأول سنة وحدي ووقفته فما بطلتني ورجعته عما راح داعش وهذه أول يوم يعني شوية كنت خايفة بعدين تعلمت وصادقت صديقاتي ويعني كثير فرحاني معهم ويعني ما كنت مثل هذه الصديقات والمعلمين ما والله ما قصروا معنا الله يحفظهم وعلى مدرستنا القديمة بنهم كنت دلاقي التقائي وهذه وصديقات عندي وهاي رجعنا طبيعي من الأول.